النواري المحجوب ساكن بدوار مزابيين مزداد ب 1971 تزدت في هذه المنطقة هذه دابا 53 عام. انا اصغر واحد في خوتي، خوتي الكبار كاين اللي عنده 60 عام، كاين اللي عنده مهم، كلنا حنا زايدين هنايا. هاد عمنا حنا هاد عمنا عنده 84 عام هنايا في المنطقة اللي هو فيها بالضبط دابا، فتا هي محسوبة على دوار مزابيين بجوار ديال السوق، بجوار الروضة، في الطلعة ديال المدرسة، في جوار ديال الكاريان اللي دابا غيديروا فيه التصفية ديال الماء. جاو داروا غيديروا التصفية ديال الماء، قالوا ليه راه غتكون شي ريحة أنا ماشي هي هذيك، وراه حنا كنقيو في الدنيا، أنت راك وليتي مكرفص هنايا، ما بقيتيش خدام، خاصك تعيد. قال لي معلاش، قال لي الله أعلم. عاودنا طرحنا عليهم السؤال كيفاش، قال لك ما نقدرش نقول لكم كيفاش، أنتم خاصكم تحيدوا. عاودنا طرحنا عليهم السؤال كيفاش خاصكم تحيدوا، علاش؟ الله أعلم. حنا هادشي لحد الآن بقينا ما بقيناش فاهمين شكون مرا هادشي، وغالبا ما كتكون المافيا ديال العقار، المافيا ديال العقار هي اللي دارت تما. الله يسهل كل واحد، داكشي مزيان، مزيان لينا حنا، مزيان للشباب، مزيان، ولكن ما ضيعوش الناس. عمي دابا حالا في حاله يرثى لها، في حاله يعني كتبكي القلوب، وتبكي ماشي يعني تبكي دم، فيها شي ثلاثه القطارات اللاروب تيتر، وفيها طلب، ما فيهاش تعرض، ما فيها حتى شي مشاكل. شافوا ناس مسؤولين، شافوا ناس محامين، شافوا ناس كلهم كيقول لك لا، اللهم إن هذا منكر. هاد الناس ما عندهمش حتى شي حاجه اللي كتثبت انهم غادي يحيدوا. ما دلوا لنا حتى شي وثيقه ديال المحكمه، ما عطوناش شي دليل بان هاد الناس غيتحيدوا. والناس دابا هازهم الرعب، مساك ما بقوش كياكلوا، ما بقوش كينعسوا، ولاو خايفين، ولاو كيقولوا لك اليوم غيجيو عندنا، اليوم غيجيو يقطعوا، قال لك غيجيو يقطعوا عليهم الضوء. علاش؟ وانا كنناشد مسؤولين، وكنناشد كل مسؤول وكل واحد عنده ضمير، وبالخصوص الوالي مهيديه الله يجازي بخير، هو كيعرف الحق وكيعرف القانون. هاد الناس هادو راه بغاو يديو لنا ديالنا. واش هادشي في راس الناس المسؤولين الكبار؟ الا كان ماشي في راسهم شي يجيو يطالعوا على هاد الامر اللي كنهضر عليه انا، راه بغاو يديو لنا ديالنا. وهادشي راه لحد الان داكشي باقي كاين غموض، شكون وراء هادشي؟ الله اعلم. وغالبا ما كيكون المافيا ديال العقار.